جمال الرياض تفتقد ألوانها أشكالها طلعتنا وهي تزهو في ظلال الحصير. وطار الخمائل إذ ذهت وتمايلت أغصانها شدوا طروبا شدوا طروبا ظلال الحصير. وتناسرت باغات ود جارف فكر أصيل فتعال نقتسم الحماس في ظلال الأصيل العصير. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، واسعد الله مساءكم بكل خير. شهد الثمانينات القرن الماضي عصرا ذهبيا لكرة القدم السودانية بصفة عامة ولفريق الهلال بصفة خاصة، ولمع فيها الكثير من النجوم صالوا وجالوا في الملاعب الداخلية وفي المحافل الخارجية وحققوا كثير من الإنجازات. في هذا الظلال أسعد جدا باستضافة أحد نجوم العصر الذهبي في الهلال، كابتن جمال خميس الشهير بالسالم. مساء الخير كابتن جمال، وشرفتني ونورتني في زوال أصيل. مساء الخير أختنا سارة، والواحد سعيد جدا جدا أكون في حضرة وفي ضيافة أسرة زوال الأصيل، وأتمنى أن أغدي وقت قريب لنا. مرحبا بك يا كابتن ومساء الخير عليك، وحمد لله على السلامة. أنا عارف أنك أنت جاي في إجازة. الحمد لله على السلامة. الإجازة الغربة، سافرت متين وسافرت ليه؟ في الحقيقة يعني أنا سافرت من السودان في 1997 و للولايات المتحدة الأمريكية، وقضيت حوالي يمكن 11 سنة، واشتياقنا للوطن واشتياقنا للأهل والأحباب والأصدقاء وكل المحبين والمعجبين يعني ادانا الفرصة انه نجي ونقضي يعني أيام جميلة، والواحد يقضي شهر رمضان الكريم و العيد، وبمناسبة الواحد يقول لك كل سنة وانت طيبة، كل سنة وكل جمهور الهلال وجمهور الكرة السودانية وكل الأحباب بخير وعافية. يا كابتن جمال، انت مداوم على الحضور للإجازات في السودان؟ والله يا أخي مداوم من 97. والله يا أخي ما مداوم، طبعا السنة اللي فاتت كان أول سنة لي بعد 11 سنة غربة، فالسنة اللي فاتت كانت يمكن أول بداية لي في وأول عودة لي من انقطعت 10 سنوات عن السودان، 10 سنوات عن السودان، ودي السنة الثانية، والحمد لله يعني الواحد استمتع بإجازة جميلة جدا جدا من الأهل والأصدقاء والحباب. احنا بنقول لك الحمد لله على السلامة، وإن شاء الله تقضي وقت طيب مع أهلك وأصدقائك ومحبينك، وأنت اسم كبير في الذاكرة وفي الوجدان كابتن جمال. شكرا لك خسارة. نتكلم عن بدايتك مع الهلال وقصة الريدة من أولها يعني. الحقيقة طبعا كانت بداية يعني بدايات جميلة جدا جدا بعد صراع كبير جدا جدا بين نادي الهلال والمريخ، ويمكن كنت أقرب للمريخ من الهلال. طيب الحصل شنو؟ لكن دو أقولك تضاربت الأشياء، ويعني بقدرة غادر جناس الهلال ودو أقولك طلعوني من البيت اقتلاح كدي جزري. حقيقة كان الوقت ذاك يعني يمكن كل أشيائي وكل يعني اتفاقاتي كانت مع نادي المريخ، وأنا من هذا المنبر أحيي قطب المريخ الكبير فتح الله، وهذا الزول يعني يمكن بدأ معي كل المشاورات، ويمكن قطع شوط كبير جدا جدا في هذا المجال، ولكن سبحان الله شاهد قطرة المولى إنه أنا أتحول من الهلال من المريخ للهلال في قدرة قادر. وبعدك يعني نقولوا فترة بعدك الهوى بقى هوى هلالي. هلالي بحت. طيب كابتن جمال، علاقتك شنو حسي بنادي الهلال؟
والله طبعا بالإداريين وباللاعبين، والله علاقة وطيدة. يعني أنا لا أنسى جمهور الهلال، ولا أنسى لعيبة الهلال، ولا أنسى كل مجالس الإدارات اللي تعاقبت عليه. ومن هذا المنبر أنا برضو يعني أحييهم وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، ويعني ربنا يعني يدوم التواصل بين الناس إن شاء الله يا سر. إن شاء الله. سنوات كثيرة من العطاء كابتن جمال، سنوات مهمة مرت فيها، سنوات مرة وسنوات حلوة. اتكلم لنا عن سنة في الذاكرة طوال مشوارك يعني. والله يعني هم، أنا ممكن أقول لك سنتين كانت أصعب سنتين بالنسبة لي. سنة ونحن يعني مخوض مباراة كبيرة جدا جدا باسم الهلال وباسم السودان في جمهورية مصر العربية شقيقة، وكانت مباراة يعني صعبة بالنسبة لنا شديد جدا جدا، وفقدناها يمكن بهدفين دون مغام. كنا نتمنى أن نتوج بهذا الكاس الكبير. والسنة الثانية كانت في 97، دي كانت نهاية يعني نقولوا نهايتي مع نادي الهلال ونهايتي مع الكورة. فكانت لحظات عصيبة جدا جدا، انه الواحد ودع جمهور يعني اداه كل الحب، اداه كل داني كل التقدير والاحترام، وبقدر ما انا اديتهم هم ادوني. فكانت لحظات صعبة جدا جدا في ذاك، لكن الحمد لله جينا، والواحد احساسه كبير جدا انه ستيل يعني بيلعب وستيل يعني نجم في قلوب الناس. يبقى 87 و97 87 و97 اعتزلت في 97. السؤال هو 200 بيعتزل اللاعب، وكيف بيجي القرار ده؟ هل كان قرار مدروس؟ والله انا بالنسبه لي يعني كان قرار مدروس، وكان ممكن انا ادي يعني سنه ثانيه، لكن زي ما بقولوا في اشياء اقوى كانت من بغاية نادي الهلال. وانا حقيقه كانت لحظات صعبه جدا جدا، انه الواحد خيار بين الغربه و الاستمرار، وفي النهاية يعني اخترت الغربة والحمد لله. هو الواحد يعني كابتن جمال، أنا حولت هذا الاستديو بعد إذنك لملعب كبير حنلعب فيه ليس كرة القدم فقط، وإنما أيضا كثير من الأهداف مصوبة تجاه وجدان الجمهور السوداني عاشق كرة القدم. أنا حكون سعيدة جدا إنه أنا أهديك أولى أغاني المساء، ولكم أيضا سادة المشاهدين أستاذ صراحة ابن بعد. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، كنت فاكر من زمان أنا يا حبيبي، كنت فاكر من زمان إن عندك وفي فؤادك لي مكان. أنا إن عندك وفي فؤادك لي مكان، كل طيبة وكل دافر بالحنان، كل طيب وكل دافر بالحنان، من مشاعر من مودة ومن أمان. من مشاعر من مودة ومن أمان، من مشاعر من مودة من أمان، من مشاعر ومن مودة من أمان. ده من كلام عينيك وسحرك ومن بهاك وبهاك.
كلموني حدثوني أنا كلموني حدثوني وانت لاعب شجوني ما بتفكر ما بتفكر في سنيني وما بهمك حال عيوني ما بتفكر سنيني ما بتفكر في سنيني وما بهمك حال عيوني من دموعي من أنيني من دموعي من أنيني ومن كلام عينيك وسحرك من بهاء بهاء أنا قلت لهم يا حبيبي 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 أنا يا شبابي حبيبي 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 ويا شبابي آه يا شبابي انت 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 اغلى وانت اكبر وانت ابعد
جوهر وانت انت اندرني وانت انت ابعد ابعد من سرابي انا من سرابي سرابي من سرابي يا انا سرابي انا برد ساير في طريقك انا برد ساير وساير في طريقك ما بفكر انا في عذابي يا ناس عذابي عذابي من عذابي يا ناس عذابي انا برد ساير في طريقك انا برد ساير وساير في طريقك ما بفكر في عذابي من عذابي يا ناس عذابي عذابي من عذابي من عذابي يا ناس عذابي ده من كلام عيني وسحرك من بها أستاذ صلاح عبد البادية. إذا كان صوتك العذب أولى أغواسنا الملونة على هذا الظلال ونحن في صحبة القدم الذهبية المتربعة بثقة على ذاكرة الملاعب السودانية كابتن جمال خميس، مرحب بك. مرحب بك خسارة. ولسه بقول لك السالب؟ أكيد طبعا لسه، يعني أغلبية الناس أو معظم الناس يعني لا يمكن ينسوا اسم الثعلب كله لأنه حسا يعني بقت لي حاجة مشهودة انه لو واحد قال لي جمال ما بلتفت له، لو قال جمال ركب لي طالب جمال السعلب تأكد انه فبقيت متعود على الحاجة دي شديد جدا جدا، انه حتى في البيت يعني وسط الاهل يعني وسط الاهل لما يسمع كلمة جمال بكون بتلفت، لكن لما يسمع كلمة جمال السعلب بكون خلاص اني انا المعني. طيب لو تطلع من البيت في العصريات كده في الاجازة وتلقى اولاد الحلة بيلعبوا في الكورة، اول حاجه بتحس بشنو؟ خليك يعني هتقول لهم شنو؟ وفي الاول بتحس بشنو؟ طبعا الزمن اتغير، يعني زمانك بتلقى الناس صحبانك وبتلقى اخوانك، فحسا جينا جيل، انا واحد الناس جيتني جيت جيل مختلف، يعني اختلاف توتالي، يعني من ناحيه النشاه من ناحيه كل الاشياء المحيطه بالحله، ف لكن تعاملي يعني ما تعاملت كثير، يعني اغلب اوقاتي برا انا مع اصدقائي بالذات الناس الجيل اللي معي، ناس مبارك، ناس مجدي كسلا، ناس طارق احمد ادم تينجا، فالتواصل لسه دايم وتواصل مع زملائك يعني، واغلبيه وقتي معهم هناك ان شاء الله. طيب قلعه الهلال من المريخ نقول شنو الله يسامحك، لكن المكسب الوطني بقى كان ثابت، وجودك في المنتخب الوطن السودان كتجربة منفصلة بعيد عن وجودك في نادي الهلال. طبعا وجودي في المنتخب الوطني دي طبعا تجربة، انا افتكر انها تجربة يعني
يعني قويه وادتني دافع كبير جدا. والتجربه بالنسبه لي طبعا الواحد بيفتخر شديد جدا انه بيمثل السودان وبيلعب باسم الوطن في منافسات خارجيه ومنافسات داخليه، فكان يعني احساس قوي جدا، احساس فوقه قوات بانك انت زي الجندي الماشي حارب من اجل وطنه ومن اجل بلاده، فكانت بتكون بالنسبه لي لحظات يعني قويه جدا جدا، ولحظات يعني فوق احساس بالمسؤوليه تجاه الوطن. ويعني حقيقه كنتوا بتذوبوا الوان انديتكم الخاصه في الوان العالم يعني، ده حقيقه، ولعبتوا بكثير من القوه وكثير من الحماس، الكلمه المهمه اللي قلتها قبل شويه كثير من المسؤوليه، ده مشاوين. وطبعا اللعب باسم الهلال واللعب باسم الفريق الوطني، انا افتكر انه لعب باسم الهلال، انا افتكر هو لعب باسم الوطن وباسم السودان، وبنفس الوقت يعني اللعب باسم الفريق الوطني طبعا دي حاجه اكبر، لكن يعني المفردات بتاعت انه الواحد بيأدي للوطن قويه جدا جدا، ودافعك انك تمثل وطنك ويتعزف لك السلام الجمهوري، فتكون حاجه كده يعني احساس يعني يشعرك بالمسؤوليه، يشعرك تكون في لحظه انه بيعزف لك السلام الجمهوري بتحس انك داير تبكي. بعض الناس بتبكي وفي بعض الناس دموعهم بتنزل، فانا افتكر انه يعني الوطن غالي علينا، وان شاء الله نحن نكون دائما كل العالم يكون الوطن في حلقات عيونهم. ونتمنى برضه لفريقنا القومي يعني انه ربنا يوفقه في مبارياته القادمه ويمثلنا في نهايه كاس الامم الافريقيه باذن الله ان شاء الله. من مراقبتك كابتن جمال عبر من سنوات الغربه كلها وحتى في اجازاتك لاداء مباريات المنتخب القومي، انا عايز اقول انه الروح دي يعني رايك شنو الروح دي لسه موجوده؟ روح القتال، روح الحماس، المسؤوليه، الموت، الفناء من اجل الشعار بالتاكيد يعني بكثير من الحياديه يعني الروح دي موجوده، هي نفس الروح الموجوده اكيد في نفس الروح اللي عندنا في عند غيري وهو بيرتدي شعار الوطن، فتاكدي بنفس الحماس وبنفس القوه وبنفس الرجوله وبنفس الاحساس بانك انت لازم وطنك حاجه طبعا مختلفه. طيب على مستوى الاداء للثمانينات اللي كانت هي العصر الذهبي، ليه ما التسعينات وليه ما الالفينات؟ اذا كانت المشاعر هي المشاعر والحماس هو الحماس، الاداء يمكن مشاركتنا في الثمانينات يمكن كانت شويه يعني ما كانت بالمستوى الحسن يعني الفريق الوطني بيشارك به، يعني منافسات كثيره جدا جدا زمان كانت محدوده، ويعني حتى الدافع كان بخلينا انه نحن مثلا نادي بهم مباريات يعني كان دافع قوي جدا جدا بنفس الغد، ونفس الغد كنا بنلعبه في الهلال، لكن ما كانت عندنا فرصه انه نحتك كثير جدا جدا زي ما حسه جينا حسه جيل الحسه بيحتكوا بيلعبوا مباريات كثيره جدا جدا باسم الوطن، ومنافسه بيطلع منافسه وخش مناسبه. ف وقتنا كان الهلال يعني شايل كل وقتنا، يعني كان مبارياتنا في المباريات الافريقيه هي كانت الحيز الاكبر، حتى مباراه الفريق القومي ما كانت يعني بالمستوى بتاع هلال المريخ، يعني كانت مباريات قليله جدا جدا، يعني حتى ما كنا يعني ما وصلنا مراحل متقدمه يعني في المنافسات. يعني انا حتكلم لسه عن المقارنه بين فرق الثمانينات لو كان على مستوى الفريق القومي او على مستوى الهلال والوضع الحاصل حسي في ملاعبنا، ان شاء الله حنواصل كثير في الحديث ده. مشاهدينا حناخذ فاصل ونرجع لكم. مرحبا بكم مشاهدينا، مرحبا بك يا كابتن، وكنا بنتكلم عن الامس وعن اليوم. انا عايز ابدا بضربه حره مباشره، الاحتراف في السودان، وجود اللاعب الاجنبي في الملاعب السودانيه، هل ساعد في تطوير اللاعب الوطني؟ هل نقل خبرات للاعب الوطني ولا كان وجوده خصما على فرص اللاعب الوطني في الملاعب؟ والله يا اخي انا افتكر انه وجود اللاعب الاجنبي يعني زاد وخصم، زاد في انه يعني جت يمكن في بعض الـ 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 الفرق
جابت لعيبه اجانب بصوره ممتازه، يعني تحس بانه في طفره وفي مستوى ارقى وفي البعض، وشال شال مننا الحماس اللي كان متوقع انه المفروض، يعني انت كفريق قومي، يعني رومي انا افتكر انه فريق قومي تاثر شديد جدا جدا بالاجانب، وافتكر انه ده بخلي المدرب بتاع فريق قومي يعني تكون عنده حسابات كبيره جدا جدا في انه يولي التوليفه للعب، لانه حسه اغلبيه المهاجمين بتاعنا اجانب. حسه الهلال عنده سادومبا ومدسر، مدسر يعني يمكن شويه مع الاصابات ما احنا، فبالتاكيد دي بتاثر على على اداء الفريق القومي وعلى اداء انك تختار التوظيف بتاع الهلال. حس عنده زي ما بيقولوا المريخ عنده 4 أو 5 محترفين فوقهم 2 اجانب برضه في راس الحربه، يعني تاكد انه ما حيكون في كرات حربه من المريخ. تاكد اختبار اللاعب الوطني بيتم لما يكون عندنا مباراه بتاعت فريق قومي، فعدم وجود اللاعبين بيوريك عدم التوازن. ده حقيقة الحاصل. ده حقيقة، لأن المدرب اللاعب الأجنبي أضاف للفرق وللأندية جزء وخصم الحاجة الأهم اللي هو اللعب من أجل الوطن واللعب للوطن، يعني تأكد إنه عشان أنا كمدرب الفرق عشان أحاول أختار مجموعة لازم أختار مجموعة في المريخ بلقى إنه في 5 أجانب ولا 6 أجانب، في الهلال في 4 أجانب، فالتأكيد الخيارات تكون صعبة جدا جدا بالنسبة للمدرب بتاع الفرق عشان يختار توليفة لمنتخبه. لكن رغم ان ده ماز يعني ربنا يديه الصحة والعافية، يعني تدربت عليه كثير جدا جدا، انا من الفريق من 97، ويعني افتكر انه يعني من الناس المناضلين وبلبي نداء الوطن في اي لحظة انه ينادوه فوقه، هو يعني كفيل بانه يعني يبذل قصارى جهده ليوصل الفريق ل ل ل ل مستويات عاليه، وهو حس السنه اللي فاتت يعني ربنا وفقه كمان يعني ادى مجهود قوي جدا جدا ووصل الفريق لنهايه الامم، ونتمنى انه ربنا كمان برضه يوفقه السنه دي ويعني يوصلنا برضه لنهايه الامم الافريقيه ان شاء الله. طيب على مستوى الانديه برضه دعني نتكلم عن حظوظ المدرب السوداني. الأندية الكبيرة اللي هي الهلال والمريخ بتستخدم مدربين من الخارج، طيب المدرب السوداني وصل وين؟ وأقصى ما يبذلوا من مجهود ممكن يخليه قاعد وين؟ طبعا المدرب الأجنبي يعني ما في واحد بينكر يعني إمكانياته والشيء اللي بيقدمه من خلال برامج اللي بياخذها في الفيفا، تاكد انه كل الاشياء اللي بديها للاعب بتكون يعني حاجات بدقه والتنفيذ بكماليات عاليه جدا جدا. بالنسبه للمدرب الوطني افتكر انه الوطني مدرب مظلوم، يعني الناس ما نفتكر انه الناس المفروض تدي الفرصه للمدرب الوطني عشان يبدع وتديه كل الصلاحيات عشان يبدع بالصوره الصح، وعشان يبقى عندنا برضه مدرب وطني شايل الشيله مع الناس زي ما هو حسه ماده في فروم شايل يعني الشيله شديد جدا جدا. و حنواصل نتكلم عن المدرب الاجنبي والمدرب الوطني، احنا حناخذ ثاني اغنياتنا لهذا المساء. ساده المشاهدين الفنان شكرا لك. ظلمت جنبي الله في ظلمك زيدي، يا ما سهرت الليالي يا ما سهرت الليالي كم بكيت عشان اريدك. تفهم يا جميلة بجد كنت لاكي
كنت فيه انت ظلمت قلبي انت ظلمت قلبي يا ما سهرت الليالي يا ما سهرت الليالي كم بكيت عشان اريدك خلاصي ووفايا وجهت الولا انا بيكي بدلت حاجات كثيرة ساهية وما عليكي في خلاصي ووفايا وجهت الولا انا بيكي حتى قلبي كان بريدك ما اظن رجع يجيكي انت ظلمت قلبي انت ظلمت قلبي يا ما سهرت الليالي يا ما سهرت الليالي يا بكيتي عشان اريدك قلبي حب سواكي مضحك الدنيا وتنور انسى ايام المعاكي انت ظلمت قلبي انت ظلمت قلبي يا ما سهرت الليالي 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 فكم بكيتي عشان لي انت ظلمت قلبي. شكرا الفنان شكرا الله. وكنا بنتكلم عن ظلم المدرب الوطني قلنا انه هو مظلوم. انا عايز اقول انه المدرب الاجنبي جاي من برا اللي هو جاي من منهج واتعود على التعامل مع لاعبين هم مروا بالمراحل الطبيعيه المدارس السنيه فبيجي بيتفاجئ بلاعب موجود في الفريق القومي لكن هو ما مر بالتطور الطبيعي للاعب من المراحل السنيه والاشبال فبيستكى بمشاكل موجودة في اللاعب السوداني. أنا عايز أعرف تقييمك لفهم وعلاقة المدرب الأجنبي باللاعب السوداني. طبعا أنا شوية كده أتكلم عن المدارس السنية دي وأهميتها شنو. أنا أفتكر أنه المدارس السنية يعني بقت حاجة مثلا إحنا العالم كله بتعامل بالمدارس السنية يعني إحنا لسه لحد اللحظة دي يعني فاقدين. عشان كده الموهبه موجوده في السودان في السنين الاخيره ما في مواهب كده بتطلع بصوره صح. زمانك الدورات المدرسيه منتخبات الناشئين بتطلع ابزاز الدورات المدرسيه طلعت يعني برضو لعيبه كبار يعني شفنا عبد الشيخ نطارق احمد ادم من مدني حماد والديبه يعني دي كلها افرازات بتاعت
دورات مدرسية وجرادات بتاعت براعي مناشين. فنحن لحد اللحظة دي مفتقدين الحاجة دي. أنا أتمنى إنه الناس يعني القائمين بأمر بالأمر إنه يعني يحاولوا يطوروا يحاولوا يكثروا من المدارس السنية والمراحل السنية لأنها هي الأساس لكرة القدم في السودان. طيب تكلم برضو عن الصعوبات اللي بتواجه المدرب الأجنبي مع اللاعب السوداني. يعني هل بتحس إنه في التفاهم الطبيعي المطلوب؟ ولا بتحس انه البدايه بتكون كويسه وبعد كده بتحس انه المدرب فجاه اداؤه اختلف يعني؟ وطبعا البدايه بتكون بالنسبه للمدرب صعبه جدا جدا، لكن مجرد ما احتك مع اللاعبين والناس ذات اللاعب ذاته بتكون محظوظ ورحبه من المدرب لانه بيتكلم لغه انجليزيه والناس شويه يعني وفي مترجم بيديك، حتى المترجم ما بيديك يعني المصطلح العلمي المفروض يديك ليه هو مدرب، يعني هو لهم انه بس ترجمه، لكن المصطلح العلمي المفروض يعني وصله للاعب بكون يعني حتى لو وصله بوصله بحيث ضيق جدا جدا. فلكن بعد ذاك برضه يعني المدرب الاجنبي متاكد انه بخبراته ب يعني بامكانيات اللاعب بيحاول يعني يحاول يوصل باسلوبه هو الحاجه دي للاعب بصوره صح، حتى لو يعني لو ممكن اوصلها بشتى الطرق ممكن اوصلها. طيب يا كابتن جمال، في السنوات الاخيره يمكن الناس كانت كلها في الشارع بتقول انه في تطور وفي طفره في الكره السودانيه، هل يمكن انه التطور ده يكون تطور فوقي يعني ما عنده اساس حقيقي؟ ما في دعم حقيقي للاشبال، للناس سنها صغير، ما في مناهج، ما في مدارس، هل التطور ده ممكن يكون تطور حقيقي ولا هي بتكون ظاهره والله وحتختفي؟ هو تطور، هو تطور، لكن التطور الحقيقي بيجي ما لما الدوله تهتم بقطاعات الناشئين، بقطاعات الشباب والمدارس السنيه والبراعم. فدي لو الناس بدت من الصفر ومشت افتكر انه حيكون في تطور قوي جدا. حس انا افتكر انه بنعطي قرويه جدا جدا بعد يعني بعد توسيع القاعده بتاعت الاحتراف، وشفنا الانديه خلال المريخ بيستجلبوا يعني لعيبه ممتازين. يعني تاكيد انا في نظري انه المدرب الاجنبي ده من يجيب له محترف، او الاداره تجيب لها محترف تاني انه محترف يعني لو ما الناس استفادت منه، لو ما اللاعب اللي بيلعب ما استفاد منه ده ما محترف. فانا افتكر انه الاحتراف هو احتراف لازم يكون حقيقي، احتراف انه اللاعب اللي بيجي لازم يجي بامكانياته يكون عارف انه هو ممكن ياثر، يعني ممكن يدي شيء للاعب اللي معه السوداني اللي لسه هو بادي ولسه هو بيحتك احتكاك طبيعي له. كابتن جمال، دعني نتكلم عن الجمهور السوداني. احنا ناس كورة كلنا، يعني كل البيوت السودانية سواء كانوا في العلاب ولا المريخاب هم بيشجعوا الكورة. الجمهور في السودان دار اقول انه اول حاجة في كل الاخفاقات المرت بها الكورة السودانية يعني ربنا يعينه يعني وربنا يصبرهم ويخليهم لسه ثابتين ورا فرقهم، ده في الاول. الحاجة الثانية، الجمهور السوداني يمكن جمهور شوية صعب في تعامله مع اللاعبين ومع الادارات. احنا بنلقاه في اوقات كثيرة الجمهور بيتحول لمدرب ويضغط المدرب في انه يلعب لاعب او ما يلعب لاعب، ويمكن مرات يضغط على ادارات بكامله. دايرين نتكلم عن الاحتراف، يعني الجمهور ذاته يتعامل كيف مع فريقه باحتراف، يعني الحب ده ما يتحول الى ضرر. انا يمكن اتكلم لك عن فترتين، الفتره بتاعت الثمانينات يعني، وطبعا ما بالصوره بتاعت انه طبعا يعني بفتكر انه الجمهور السوداني هو جمهور ذواق جدا لكرة القدم وبيحب كرة القدم شديد جدا جدا، تأكد انه يعني دخوله للمباراة من بدري وقعاده في الشمس، فده ما من فراغ، ده لو ما الحب لو ما عشقه لأندية الهلال والمريخ لو ما كان انه وصل لمرحلة دي. حكاية انه هو بيأثر على المدرب هنا ما اعتقد بالصورة دي، لكن نحن دائما جمهورنا بيستعجل النتائج، يعني ما ممكن داير من اول دقيقة يمكن انه الناس لازم تجيب جون ولازم تسوي فاينل. والله يا اخي ما يعني مرات ما بيكون بدايلنا من اول دقيقه يجيب جون، لكن بدايلنا من اول دقيقه ما يجي فينا جون. والله هو ده هو في النهايه دي كوره، هو الهلال حس الكره فاتت جاب جون وما قدر يعني ما حفظنا له بالصوره الصح وطلعت انقلبت علي علينا. الجمهور حس، انا والله جت يعني بشيد بجمهور هلال المريخ في الفتره الاخيره دي، يعني جيت وشفت يعني الحماس بتاع التشجيع وبقت في فنون في التشجيع
وبقت يعني اتغيرت يعني طير تبع 88 ما كانت وحيه يعني حسيت في الالفيه تغيرت حاجات كثيره جدا جدا. نظام التشجيع، التشجيع المتواصل، زمان كان بتشجع الخمس دقائق الاولى في الكوره، دخلت جون ما دخلت جون بعد شيء الجمهور بقى زي المتفرج. لكن حاسه بقت الكوره شغاله مغلوب غالب، الناس بتشجع، ويعني بقت في رابط بتاعت تشجيع داخل الاستاد. يعني مثلا يقول لك الموج الاخضر وربط هلال احبك، يعني روابط كثيره جدا جدا. فهذه انا افتكر دي حاجه حلوه جدا جدا، وانا افتكر انه الجمهور هو اللاعب نمبر 2 في الفريق. يعني لو ما في جمهور يعني ما حيكون في يعني اداء، لانه الجمهور بيزيد من حماس اللاعب وبيديه القوه وبيديه الدافع انه يبذل ويبذل ويبذل. مثلا يمكن طوال سنوات ادائنا في المباريات الداخليه والخارجيه وحتى سنوات التعثر يعني الكثيره، الجمهور هو ثابت ويمكن بيزيد. يعني حتى الابناء بيجوا ابوه لالابي بيكون هلالابي او بيكون مريخاوي، فالناس ثابته على حب الكره في أكيد السودان. اكيد عشان كده بقول لك احنا لسه عندنا بعد الهزائم المعينه تسمع بناس ماتوا يعني من الحزن يعني ومن الالم يعني. والله طبعا هو جمهور جميل وجمهور متفاعل وجمهور بفتكر انه جمهور صبور، يعني هو جمهور صبور وجمهور متعصب في نفس الوقت، وجمهور داير يعني 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 حبه لفريقه يعني ممكن يبذل الغالي ونفس له. فتشجيعه وجيته من الساعه 2 وعاده الوقت الطويل الخمس ساعات لحد ما تبدا المباراه، فانا افتكر دي ما حاجه سهله انه الناس يعني. عشان كده الواحد يعني قدر ما يجي خاش الميدان ويحس بالروح دي والناس بتجي والاعلام فوق، يعني حاجه كده مختلفه جدا جدا. طيب في معرض حديث قط التعصب يعني موجود في اثناء الحب الكبير ده في كميه من التعصب يعني. اكيد اكيد انت ما حتلقى التعصب مرات بيكون اعمى وبيكون ضار يعني. اكيد طبعا في تعصب يعني ضار، في تعصب زي ما بقول لك ماشي مع الموجه مع التيار. ف يعني بقدر ما يعني الانسان بيكون متعصب للحاجه، لكن في نوعيه ناس يعني بتتفهم انه اي والله اتغلبنا غلبنا غلبنا عادي جدا جدا. ودي كره القدم، الناس بتقلب في نوعيه الناس اللي بتقوم تكورك وتجدع البص وتعمل وتعمل حاجات ثانيه يعني ما بتكون في الحسبان كله كله. اسف اسف يبقى الكره هي ما مجرد مباراه في الملعب، وانما هي رياضة روحية في الأول ورياضة أخلاقية. بالتأكيد بالتأكيد. ويعني حاسة يعني أفتكر الحاجات اللي كنا بنشوفها زمان حاسة بقت ما موجودة والله. بقت في تنظيم، في تنظيم في التشجيع، في يعني حتى أسلوب الناس، حتى الناس اللي بتجدع وبتسوي طبعا فئة غريبة جدا جدا خارقة يعني. ونتمنى إنها تختفي خالص. ونتمنى إنه الواحد يجي كمان في السنين الجاية يلقى حاجات أجمل ويلقى يعني 90 دقيقة الناس بتشجع. ونتمنى إنه الهلال يلعب خارجين المريخاب كلهم يبقوا هلالاب والعكس بالعكس. والله يا اخي اتمنى ذلك والله. كابتن جمال احنا هنطلع ثاني فاصل غنائي اعزائي المشاهدين ونرجع لكابتن جمال في الاستوديو.
قلبي وسعادته ملاك قريبي سالمته. شكرا لك استاذ جمال مصطفى. وكابتن جمال انا عارفه انك انت من عشاق فرفور، فان شاء الله اختيارنا كان موفق. والله يا اخي انا طبعا يعني جمال صديقي وحبيبي، ويعني قضينا ايام جميله جدا جدا قبل مرحله فتره الاغتراب، وانا يعني سعيد جدا جدا، ومن هذا المنبر اقول له احييه واقول له كل سنه وانت طيب وربنا يديك الصحه والعافيه وحقق لك كل الامان ان شاء الله. احنا كمان بنحييه كل سنه وانت طيب استاذ جمال فرفور، وان شاء الله مزيد من العطاء في كل لحظه. على ذكر الصداقه الجميله، كنت دارس لك علاقتك شنو كنت مع افراد الفريق المنافس، يعني علاقتك بافراد المريخ في الثمانينات كانت كيف؟ والله انا طبعا علاقتي كانت علاقه قويه جدا جدا، يعني سود الود والاحترام والتقدير، ويعني جت في لحظه الميدان الساعه ونص دي صح الواحد فيها بيكون مختلف، ما بيكون فوق الجمال، لكن لحظه خروجنا من الميدان يعني جت الواحد بتغير 180 درجه. فيعني علاقتنا علاقات يعني حميمه، ويعني واحد يعني ما بقول لك انه بنلتقي وبنقعد مع بعض، وانا يعني جت يعني بهما يعني قضيت معي ايام ولحظات سعيده جدا في 97. يعني كان بيناتنا ود وتقدير واحترام كبير جدا، وبنتقابل يوميا، ويعني برضو من المنبر ده وانا بقول له يعني كل سنه وانت طيب، يعني ربنا يديك الصحه والعافيه يعني حاجاتك كلها ان شاء الله محققه ان شاء الله. والتحيه مننا له. يبقى كابتن جمال، كنت بتلعب الكوره و تطلعوا يا غالبين يا مغلوبين، وتخلوا الجمهور يشبك في بعض وتطلعوا متماسكين اكيد طبعا مع بعض اكيد يعني. طبعا يعني شراسه مختلفه الشراسة يعني. حاجه مبالغه، لكن برا داخل الملعب حاجه ثانيه. كابتن جمال، كنت سعيده جدا باستضافتك في هذه الساعه في زرار اصيل. شكرا جدا لوجودك الجميل. شكرا لك اختنا ساره، وشكرا لاستاذ البرنامج، ويعني واحد عاجز عن الشكر، واتمنى يعني نلتقي في برامج اخرى ان شاء الله يا حسن. اتمنى لك اقامه طيبه واجازه طيبه وسط اهلك واصدقائك، واتمنى انك انت ما تتقطع ثاني 10 سنوات عن السودان، يظل هو السودان يعني. ان شاء الله قريب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بكل خير ان شاء الله. شكرا لك يا حسن. مشاهدينا، كانت هذه حلقه اليوم من ظلال الاصيل، حتى ظلال قديم كونوا تامين ولامين. اشوفكم بخير. جبال الرياض تفتقد ألوانها أشكالها، طلعتنا وهي تزهو في ظلال الأصيل. وترى الخمائل إذ ذهبت وتمايلت أطفالها شدوا طروبا طروبا في ظلال الأصيل. وتناسرت باغات ود جارف فكر أصيل، فتعال نقتصب الأماس في ظلال الأصيل.